شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. مشاهدينا الكرام، للمزيد معنا موفد اون لايف إلى وزارة التعاون الدولي كريستين رياض. كريستين، ما هي أهم مؤشرات هذا الاجتماع؟ نعم، نتابع منذ قليل وتوقيع البروتوكول مع الهيئة الاستثمار أو الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعاون الدولي مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي. مرحبا بك على أون لايف، وبداية نريد أن نتحدث على تفاصيل هذه البروتوكولات وكيف تسهل لإجراءات قيد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية. الحمد لله، النهاردة بالفعل تم توقيع بروتوكولات مع البورصة ومع مصر المقاصة، ودي خطوة من الخطوات المهمة والمحورية لتفعيل قانون الاستثمار، قانون 72 لسنة 2017. احنا الحمد لله بنتحرك دلوقتي بالتنسيق مع جميع الجهات، الهيئات والوزارات، ان احنا ازاي نقدم احسن خدمة للمستثمر في الفترة اللي جاية. طبعا تحسين مناخ الاستثمار مش هيتم غير بترابط جميع هذه الجهات وتواجدهم وتقديم الخدمة للمستثمر. من ضمن يعني متطلبات لأي مستثمر طبيعي الحال بيكون التمويل، وده مش هيتم غير من خلال دعم من هيئة الرقابة المالية، ولذلك متواجد برضو معنا النهاردة دكتور محمد عمران، ومن خلال البورصة المصرية ومن خلال مصر المقاصة، لأن زي ما حضرتك أشرتي بعض هذه الشركات بتحتاج من ضمن الإجراءات التأسيس أو تعديل النشاط أو التراخيص بتحتاج هذه الجهات لتقديم الخدمة، وطبعا بالأخص الشركات اللي هتكون مطروحة في البورصة أو حريصة أن تكون مسجلة في البورصة. فدي خطوة مهمة، وعايزة أقول أن هي استكمال لبعض البروتوكولات اللي وقعت برضو خلال الأيام السابقة، منها مع معالي وزير العدل والشهر العقاري. وبرضو طبعا أنا عايزة أكد أن احنا يعني كل تقريبا وزارات متواجدة هناك، كنا وقعنا برضو بروتوكول مع الوزيرة نبيلة، لأن احنا حريصين ان احنا نقدم احسن خدمة للمصريين بالخارج. برضو امبارح كان في برضو نقاش واتفاق مع الدكتورة مايا مرسي عشان برضو تمكين المرأة، احنا حريصين ان يكون لها دعم كمستثمر. فالحمد لله بنتحرك سريعا، وفي تواجد طبعا لوزارة المالية للضرائب وجميع الجهات التراخيص الصناعية. فالحمد لله هي منظومة متكاملة، فاحنا ان شاء الله بنتحرك سريعا عشان دي هتكون من يعني مركز خدمات المستثمرين، فدي كلها محاور رئيسية. فاحنا الحمد لله بالتنسيق هنقدر ان احنا نقدم احسن خدمة للمستثمر في الفترة القادمة. كما تم توضيح خلال المؤتمر، الهيئة العامة للاستثمار تضم 130 ألف شركة، من المفترض أو ستكون إضافة إذا ما انضمت هذه الشركات إلى البورصة المصرية. ما يقدمه هذا البروتوكول من تعاون ما بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية لمزيد من قيد الشركات داخل البورصة المصرية؟ دي نقطة مهمة جدا. احنا بنتكلم على الشمول المالي، بنتكلم على انه يبقى في تعاون وتنسيق وتكامل كبير بين القطاع المالي المصرفي وقطاع المالي الغير مصرفي. وهنا قطاع المالي غير مصرفي انا بأكد هي البورصة، وهي طبعا التمويل العقاري، التأمينات، تمويل متناهي الصغر، لان احنا برضو عايزين نركز في الفترة القادمة على المحافظات الاكثر احتياجا ودعم للأسر اللي هي محتاجة تمويل الفترة الجاية. فلذلك ان احنا هذا التنسيق هيقدر يدعم ويوصل ويتيح التمويل لجميع الفئات. والبورصة ليها دور مهم طبعا بطبيعة الحال، ان احنا بنتكلم برضو على في برضو البورصة بتساعد في حتة مهمة، مش بس من اتاحة التمويل ولكن بتضمن الشفافية، لان في درجة من الافصاح بينص عليها القانون. فبرضو جزئية الافصاح هتدي حوكمة افضل للشركات، وهتدي فرصة للمواطن يقدر يشوف اداء هذه الشركات بطريقة فيها شفافية اكبر.
إذا دكتورة سحر نصر، يعني هناك بعض يعني النشاط الخاص بمزيد من الاستثمارات وتنشيط الاستثمارات الخارجية والأجنبية داخل السوق المصرية، شهدناها الفترة الماضية من قبل وزارة الاستثمار، ولكن نريد أن نتحدث عن الاستثمارات المنتظرة في السنة القادمة والخطة الخاصة بوزارة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الفترة القادمة، وما إذا كان هناك خبر حصري لأونلايف بخصوص بهذا الشأن. عايزة أكد على ثلاث نقاط. أول حاجة، إحنا يعني عشان نقدر نقيم قد إيه استثمارات بالفعل تحركت في الفترة اللي فاتت، إحنا بنلاقي إن هي إجمالي الاستثمارات استثمار الأجنبي المباشر هو 8.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. الأهم إن أنا باجي أبص بقى على شهر يوليو اللي هو يعني أول شهر في السنة المالية الجديدة، فبالفعل هو يعني في زيادة بالمقارنة بيوليو يوليو 2016 في زيادة 67%، ودي نقلة نوعية ودي مؤشر إيجابي جدا. وبالفعل في تفاوض مع شركات عدة، طبعا القطاع اللي هو أكتر قطاع في دخل الاستثمارات هو قطاع البترول. قطاع البترول هو يعني تقريبا بيمثل 42% من الاستثمارات اللي ضخت خلال السنة اللي فاتت. بيجي القطاع اللي هو يبقى بعديه على طول هو قطاع التشييد والبناء وقطاع السياحي عموما، وان شاء الله يبقى فيه يعني استثمارات اكتر في القطاعات اللي هي اللي احنا بتوفر فرص عمل، فهيبقى فيه تركيز في الفترة اللي جاية زي ما القانون اكد على قطاع اللي هو تواجد المناطق التكنولوجية المناطق الصناعية، لان هي دي القطاعات اللي هتقدر تكون موفرة اكتر فرص العمل. وطبعا الجزء الزراعي بيهمنا، ان احنا بنتكلم على امن زراعي وازاي ان احنا يبقى امن الغذائي، ازاي ان احنا نقدر نكون دولة ان شاء الله مصدرة لهذه المنتجات في الفترة الجاية بإذن الله. شكرا جزيلا دكتورة سحر نصر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إذن